وفلسطينيا أيضا، شيعت جماهير فلسطينية غفيرة جثامين الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت مصادر إن جنازة الشهداء الثلاثة انطلقت من أمام مستشفى ريفيديا إلى دوار الشهداء في مدينة نابلس ومن ثم إلى المقبرة الشرقية. وأعلن محافظ نابلس أضرابا شاملا غدا الأربعاء في المحافظة حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة. وقد اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين واعتقلت آخر صباح اليوم بعد أن أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس. بدورها نعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح استشهاد ثلاثة من أعضائها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، ووصفت شهداء الأقصى عملية الاغتيال بالجبانة، وأكدت أن دماءهم لن تذهب هدرا وأن الرد قادم وسيقابل الدم بالدم. في غضون ذلك طالبت الحكومة الفلسطينية بتحقيق دولي في الجريمة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس، وحيت حركة حماس المقاومين الأبطال الذين أثخنوا في قوات الاحتلال والمستوطنين، بينما دعت حركة الجهاد الإسلامي قوى المقاومة إلى الوحدة والعمل على توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال. وقد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالدة الشهيد أدهم مبروكة وهي تهتف لنجلها في محيط المستشفى في مدينة نابلس قبل تشييع جنازته. فلنتابع. بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم نبديك يا شهيد، بالروح بالدم يا ابن الشهيد. يا ليل يا ليل ابني بدنك، يا ليل ابني بدنك، يا ابن الشهيد. يا ليل يا ابن الشهيد، يا ليل يا ليل ابني بدنك، يا ليل ابني بدنك. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أحييك دكتور. وللحقيقة مرحبا بك. السؤال الذي يثار الآن، ما الذي من وجهة نظرك يعني جعل القوات الاحتلال الإسرائيلي وفي قلب يعني الأراضي التابعة المفترض التي يعني هي ضمن حوزة السلطة الفلسطينية أن تقوم بهذا العمل بهذه الجرأة في وضح النهار؟ أخي الكريم، المعركة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي في كل أراضي الضفة الغربية وبما فيها القدس مفتوحة منذ شهور، يعني ليس حديثا هذا. والجرائم التي ترتكبها سواء بالإعدام الميداني، سواء باقتحام البيوت، بتدمير المنازل، بمصادرة الأراضي، بحرق المزروعات، كل هذه معركة على كل الصعد. لأن الاحتلال الإسرائيلي اللي ذكرت عنه منظمة هيومن أمنستي انترناشونال أنه عنصري ويقوم بالتمييز العنصري، لا يرى رادعا عن أي جرم يرتكبه. ولذلك نحن في هذه الظروف ما علينا إلا أن نعمل ما يلي: أولا الصمود في أرضنا، أن ننزرع في هذه الأرض التي يريدون مصادرتها واقتناعنا منها. ثانيا التمسك بحقوقنا الوطنية اللي أقرها مجلسنا الوطني في العام 88 بالجزائر من القرن الماضي. ثالثا النضال بكل السبل المتاحة من أجل الحفاظ على هذه الحقوق والعمل على إنجازها. لذلك يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول الاستفادة من الصمت الدولي أو الانشغالات الدولية في قضايا صراعات أخرى في مناطق أخرى من العالم، الذي يريد أن يستفيد من الانهيار في المنظومة العربية واقترابها من المحتل أكثر من اقترابها من حقوقنا القومية وخاصة في فلسطين. كل هذه الأمور
تساعد هذا الاحتلال أن يتوسع في جرائمه، أن يصعد من هجماته، ولكن نحن له بالمرصاد ولن ينجح. الدكتور عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا.